ده الولد الوحيد اللي ملناش غيره. خايف عليه من ايه بس يا ناديه؟ ده هيبقى ظابط. هو ده اللي مخوفني. دي شغلانه خطر وكلها مشاكل. ان ما كانش عشانه يبقى عشان اخته الصغيره. احنا مش عايشين لهم العمر كله. سيبه يخش هندسه وسيبك اللي في دماغك ده. يعني انت عاجبك اللي احنا فيه ده يا ناديه؟ ما تضحكيش على نفسك. البلد دي بلد الصباط والواد راجل. انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اقدر ادخله كليه شرطه. ليه بس كده يا عبد الحميد؟ انت عايز قلبي يوجعني عليه طول العمر. عشان انا بجد خايف عليه يا ناديه. خايف عليه تقوم ترميه في النار كده. ما تخافيش يا ناديه. النعيم اللي هيشوفه في الشغلانه دي هيشفع على النار اللي انت بتتكلمي عليها. لا يا عبد الحميد، انا خايف عليه. احنا كتب علينا الخوف ما يدخلش قلبنا، واللي راحوا احنا مش اغلى منهم، ودمهم امانه في رقبتنا. العمليه المره دي صعبه مش سهله، بس احنا قدها. قدها ولا مش قدها؟ هنروح وهنرجع. وحوش يا مهندس. الرجاله ما بنخافش. وحوش يا مهندس. مش سامع. وحوش يا مهندس. اتأخرت ليه؟ وحوش يا مهندس. ربنا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنك فين يا حاج؟ والنبي يا ابني ما أعرف عنه أي حاجة. أنت تستقبلي؟ ما تطلعي ابنك فين؟ راح 27 بيه. مفيش بالراحة. خدوه. لو النبي يا باشا، والنبي يا باشا في عرضك. يا أمي يا أمي، قولي لنا ابنك فين؟ إحنا يومين ثلاثة وهنرجعه لك على طول. بس تعاوني معانا لأن هو اخلص يا هشام. خلاص أسلم بيها تتكلم. هشام! Come on!
سيب الواد عاشور، الواد ده ملوش ذنب. محدش ملوش ذنب في اللي احنا فيه. وبعدين لو خايف على الواد ده ما تخافش، الواد ده لو مات هيخش الجنه معاه. دور والباقي عليك انت واللي معاك. واللي قالك الكلمتين دول ما جاش يموت مكانك ليه؟ اللي قالهم لي مات. لو خايف على الواد ده سيبني امشي. احنا سايبينك من زمان يا عاشور، بس معادك جه وخلاص خلصت. لا ما خلصتش ومش هتخلص كده. لو قربت هموت الواد ده وهموت بعديها عارف، ويطلع مكاني عشرة زي صاحبك اللي مات اللي هتجيبه مكانه عشرة، عشان احنا اللي بينا مكمل ليوم الدين يا باشا. طب سيب الواد الصغير عاشور، كفايه اللي مات. اللي مات ده مات مكانك. طب سيب الواد الصغير، ارمي سلاح. ارمي سلاح. يا لو سبت السلاح هتسيب الواد. هسيب السلاح وادخل عاشور وسيب الواد. ارمي سلاح. ارمي سلاح. ما بقتلش عيال صغار. بلع السلامة يا وحش. الله يسلمك يا فايز بيه. يا ابو سليم، سمعت انك نزلت الجيم على خفيف كده. الله، شغل المباحث الشغل علينا ولا ايه؟ اقول لك بيجيب كم ضغطه في التمرين الواحده؟ والله يا باشا الشغلانه دي اللي جابت لنا الضغطه. خير يا فايز بيه؟ خير ان شاء الله. شيك قوي البدله دي، اكيد ذوق المدام. وانا ملازم اول وانا سايب لها الجو ده، ماليش في موضوع البراندات والكلام ده. هي اللي بتختار وانا اقول لها حلوه يا مدام، جميل يا مدام. هما بيحبوا كده. هو في باشا ما سعادتك عارف ان انا مش متجوز، واكيد مش جايبني هنا عشان تعرف نوع البدله ايه، مش كده ولا ايه؟ انت ظابط يا سليم ومظهرك مهم جدا، انت واجهه للداخليه خصوصا وانت في المباحث. مباحث ايه؟ مش فاهم. قرار نقلك اتمضى امبارح من مساعد اول وزير الداخليه. ممكن اعرف ليه؟ احنا ظباط يا سليم، لما بنتكلف بامر ما بنسالش ليه، بنسال امتى. ايوه بس انتوا كده بتقدروني. وقالت لك العاشور ما قدرش الجهاز كله؟ انتوا عايزين نعمل ايه؟ اطبطب عليه؟ لا طبعا، بس انت ظابط ومسؤول عن تصرفاتك، وقالت لك للراجل ده ضيع مننا معلومات ممكن تطلع منه. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هتسجن كام سنه ويتعلف زي الجاموسه ويطلع يعيش حياته عادي، مش كده؟ نصبت نفسك قاضي؟ هتحكم خلاص؟ مش هو ده اللي القانون كان هيحكم لنا بيه؟ مش حاجه اسمها القانون يحكم لنا بيه، القانون ده عليا وعليك. ايوه بس ده مش اللي يخصنا احنا. وقالت لك الواد الصغير كان هيزوده. الواد الصغير انا نجيته من ايده. ووقفت سير العداله. العداله في اللي عملته. انا زميلي استشهد قدام عينيا. وانا سته من زمان استشهدوا جنبي. حصل لي اللي حصل لك بالظبط. عارف يعني ايه ست جنازات عسكريه؟ ست بيوت بتحرموا من رجالتهم. سته من اصحابك كل واحد فيهم بيقتمنك على حكايه تخصه وبيروح ويسيبها لك، انت مش عارف تحكيها لمين. بتتمنى ان الدور الجاي يبقى عليك عشان تتخلص من الكابوس اللي بيجي لك قبل ليله اي عمليه. على فكره يا سليم، انا ممكن اعمل زيك واكتر كمان واقلبها عركه في حاره ولا لنفسي ميت مبرر، بس انا ركزت اللحظه، انا هنا ليه؟ وبلبس بدله العمليات الخاصه عشان ايه؟ عشان البدله دي بتبدل حالي من انسان عادي ممكن يعمل اي حاجه في اي وقت لظابط مسؤول عن تصرفاته. احنا غيرهم يا سليم. الرصاصه اللي بتخرج من خزنتك بتخرج بشرف. انما كده بقى اللي انت خرجتها دي ما جابتش حقه على فكره. ما جابتش حقه.
صح، انت صح. دم هشام ما يكفوش دم كلب واحد منهم. انا اسف سعادتك ومبسوط اني شفتك. سليم، قرار النقل واجب النفاذ بعد اسبوع من دلوقتي. اوامر سعادتك. اشرب الشاي يا ابراهيم، ولا تحب اقول لك يا دكتوره زي الناس ما بتقول لك؟ والله اللي تشوفها معلم. البهايم من كتر ما بيقولوا لك يا دكتور قربوا يصدقوا انك دكتور بحقي وحقيقي. ناس غلابه يا معلم. وحسيت ولا الغنى؟ هتدفع الفلوس اللي عليك امتى يا ابو خليل؟ ان شاء الله هدفع يا معلم، بس انت بس اصبر عليا اسبوعين ثلاثه وانا هسدد. وديتك بدل الفرصه 10. اعمل ايه بس يا معلم؟ انت عارف ان انا عندي عروسه بجهزها، والحاجه ام 3 جنيه بقت ب 80 جنيه، وانا مش عارف اعمل ايه والله يا معلم. الدنيا بتدربكه فوق دماغي من كل ناحيه. بس يعني طول ما انت عمال تشتري فاكهه لبناتك هتسد اللي عليك ازاي؟ يا معلم انت بصص ال 2 كيلو الفاكهه اللي بجيبهم للعيال دول، ولايه وغلابه وملهمش حد في الدنيا غيري، ومش عايزهم يطلعوا محرومين. ربنا يخليهم لك يا ابو خليل، انا بس بنورك. هو حساب ابراهيم كام يا زلطه؟ 53,400، وبده يبقى 4 شاي. ايه ده يا معلم؟ 53,000 ليه؟ ده هم كلهم 33,000 جنيه. وعلى ما تيجي تسد هيوصلوا 55,000 جنيه وشويه. حرام عليك يا معلم، كل دي فوايد. انت بتخوني يا ابراهيم؟ كله بالدفتر، واسال زلطه، حد الله بيني وبين الحرام. حرام ايه بس يا معلم؟ بس ده كتير قوي. ما هو التأخير عليه فوايد. أنا لو بنك كان زماني دلوقتي حجزت عليك أنت والبنات. أنا عشان بنك حنين عندي حل. خير يا معلم قول. اديني بفلوسي بضاعة ونبقى خالصين. بضاعة؟ بضاعتي يا معلم؟ هو أنا عندي بضاعة بتاجر فيها ولا حلت حاجة؟ حلتك. أنت مش ماسك عهدة المخدرات في المستشفى اللي أنت شغال فيها؟ اديني بفلوسي بضاعة. شوية حقن مورفين على شوية ترامادول تشكيلة. استغفر الله العظيم من كل ذنب، أعوذ بالله من غضب الله. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا معلم؟ ده صح يا أبو خليل. وبعد ما تخلص الفلوس اللي عليك هشتري منك نقدي كاش، وهتبقى سبوبة ولقمة عيش ليك وللبنات. لقمة عيش بس إيه يا معلم؟ أكل بناتي حرام. حرام عليك يا معلم، دي بضاعة أمانة عندي عشان ياخدوها المرضى والعيانين، مش علشان أديها لك تباع للمدمنين. لا يا معلم لا. وبعدين يعني الحكاية مش سهلة كده يعني زي ما أنت فاكر. ده فيها تحقيق ولازم أسلم الفارق، وفيها حكاية كبيرة يعني. بص يا أبو خليل، كل ده ماليش فيه، ده شغلك وأنت تعرفه بمعرفتك. خلصه بمعرفتك هتلاقي 100 حل. يومين تفكر وترد عليا وتقول لي بقى هتجيب الفلوس إمتى، يا إما بقى تقول لي هتسلمني الحقن إزاي. تعالى يا زناتي. صباح الفل يا باشا مصر. صباح الخير. زناتي بقى أقدم أمين شرطة عندنا هنا في القسم. تقدر تقول عليه أقدم واحد في القسم كله، يمكن يكون أقدم من الباشا المأمور نفسه. واد جدع ورجولة، بنعتمد عليه كتير في شغلنا. ربنا يعز سعادتك يا طارق باشا. سليم بيه، معاون المباحث الجديد. عايزك تفضل معاه النهاردة تمامك أوامره بالحرف، ها؟ نورت اسم العمرانية يا باشا. تعيش يا زناتي. على فكرة زناتي كمان من سكان المنطقة. يعني تلاقيه عارف كل الناس وكل الناس عارفاه، فبيسهل لنا شغلنا كويس. بس اكيد الموضوع ده عامل لك مشاكل يا زناتي مش كده؟ اعوذ بالله يا باشا، مشاكل ليه بس؟ يعني تلاقي كلهم حبايبك بقى وقرايبك، اللي عايز خدمه من هنا ومن هنا، وانت طبعا بتحب تراضي كل الناس. لا مؤاخذه يا باشا ما فيهاش مرضيه، انا اللي يمشي عدل اشيله على راسي، انما اللي يغلط لا عندي لا حقوق ولا جيره ولا اي حاجه. طب يلا زناتي، مع سليم بيوري له مكتبه الجديد، والنهارده انت تمامك معاه، انت النهارده راحه من الشغل. اوامره وتتنفذ. اوامر يا باشا. يلا اتفضل يا سليم باشا. عريسك يا باشا. اتفضل يا باشا. ربنا يستر. نورت الاسم يا باشا مصر، وسيد سعادتك واصل من قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا زناتي. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك يا باشا. نورت يا باشا. انا مش عايز سعادتك تشيل اي حاجه طول ما انا موجود يا باشا.
يعني هتعرف دبة النملة في الدايرة من قبل ما تحصل. كأن سعادتك موجود في الشارع ليل نهار. لو أنا مش قاعد على المكتب عطلة يا زناتي، أنا بحب أشوف شغلي بنفسي وأنت هنا عشان تساعدني زي ما أنت قلت. العفو باشا مصر، أوامر. بس لما قصدي يا باشا الشغل هنا غير. ومنطقتي كلها لبش وغش وأنا أضرب بيها. وأنا ظابط مباحث مش مدرب بالي يا زناتي. وأكيد أنت سمعت عني زي ما بتقول، مش كده ولا إيه؟ طبعًا يا باشا. ماشي يا زناتي، هات لي بقى القواضي المتعلقة والمحاضر ما اتعملش فيها حاجة عشان نبص عليها. أوامر يا باشا مصر. بكره الصبح ان شاء الله تكون قدام دلوقتي يا زناتي. اوامر يا باشا. تأمرني بحاجه تانية يا سعادتك. اوامر يا باشا مصر. لو قلت يا زناتي صحيح تحت امر سعادتك يا باشا. هو انت اسمك زناتي ايه؟ اسمك الثلاثي يعني؟ اسمه الثلاثي. لما اوظف باشا تطلع لي باسبور ولا ايه؟ عشان لو حبيت تسافر قريب ممكن برضه سعادتك. زناتي السيد زينهم يا باشا. زناتي السيد زينهم. ها؟ زينهم يا باشا. تمام، اتفضل. أي أمر يا باشا مصر؟ اقفل الباب وراك. أمر يا باشا مصر. ألو يا أبو الأنوار، صباح الفل، ازيك يا باشا؟ أخبارك يا باشا؟ لا عديت عليكم في التفتيش امبارح عشان اطمن عليك ما لقيتكش. لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه كده، كنت عايزك في خدمه صغيره. لا ده امين شرطه كده اسمه زناتي السيد زينب. بقول لك ايه؟ ما تناميش عشان انا محضر فيلم نتفرج عليه مع بعض. يلا. ابويا. انت عمرك يا باشا. هات الواد اللي بيتكلم في التليفون هناك ده. حصل يا باشا. يلا بسرعه. يلا يا ابن اركب. يلا اخلص. يلا يلا شاهد. يلا 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 يا عم اطلع. يلا يلا. سلام. تعالى كلم الضابط عايزك. في ايه؟ كلم الباشا عايزك. طب بالراحه. طيب في ايه؟ اهدى. طب ماشي، بتمسكني جامد ليه؟ طيب تحت عمرك يا باشا. ايه يا ابني اللي موقفك في الضل؟ كنت بتكلم في التليفون. ها بتكلم مين؟ استني، حد في المنطقة؟ تليفون شخصي. استغفر الله العظيم. ايه اللي على ظهرك دي؟ شنطة. ما انا عارف يا حبيبي انها شنطة. فيها ايه؟ فيها حاجات. حاجات. طب اهدى طيب بالراحة. على فكرة اللي أنت بتعمله ده مش قانوني. وأنت بقى يروح أمك هتعلمني القانون؟ لا ما تغلطش. أنا طالب في ليسانس حقوق. يعني ممكن اكون بفهم في القانون اكتر منك. ده انت كمان قليل الادب. انت اللي غلطت، انا ما غلطتش فيك. ماشي، هات بطاقتك. ما تشوف بقى اخرتها. تمام يا باشا، الشنطه ما فيهاش حاجه. انت طالب حقوق فعلا. انا هكدب عليك ليه؟ ممكن امشي؟ لا تمشي ايه؟ مش معنى انت طالب يعني تمشي. ما انت ممكن تبقى حرامي تاجر مخدرات بتشربها، ارهابي، لسه مش عارفين. طب ما انت فتشتني وما لقيتش حاجه. لما البطاقه دي شكلها مضروب. يعني ايه؟ يعني هناخدك على اسم معانا، نشوف حكايتك ايه، وتتعلم ازاي تتكلم مع الناس بهدف. خد على البوكس ابويا. اللي انت بتعمله ده فتنة. يلا 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 يلا. انتوا خليهم يعملوا لي شاي. عامل باسورد للتليفون ليه؟ عشان لو خدوا حد غلس ما يعرفش يفتحه. افتحوا. ومين بقى هايدي دي؟ صاحبتك ولا بنت شمال؟ اللي انت بتعمله ده مش قانوني. الحاجات اللي على الموبايل دي خصوصيات محميه بالقانون والدستور. دستور؟ انت عبيط ياض. ما تغلطش. انا ما عملتلكش حاجه عشان تكلمني كده. وحتى لو انا مجرم ما ينفعش تغلط فيا. طب يا حبيبي، طالما انت بقى مذاكر قانون كويس، تعالى افهمك بالقانون انا ممكن اعمل فيك ايه.
المنطقة دي يا حبيبي اللي انت قاعد فيها كلها تجار مخدرات وإرهابيين، واحنا جالنا بقى بلاغ ان كل الناس اللي بتيجي هنا طلاب جامعة اليومين دول. بس انا ساكن هنا والعنوان عندك في البطاقة. ايه اللي ماشيك بالليل في الشارع؟ انا كنت نازل عشان انا حر. حر؟ حر. وبعدين ما تشغلوش بالكم بالناس اللي ماشية في الشارع، ركزوا شوية مع الحرامية اللي سرق البلد اللي انتوا عارفينهم اصلا بس ما تتكلموش. صح، انت صح، احنا لازم نركز مع الناس دي فعلا. بس حد بقى مركز معاهم ونمسكهم، هتقعد معانا 24 ساعة عشان نشوف انت معاهم ولا مش معاهم. مبسوط يا عم؟ ابو ايا تعال خد النجم على الحجز. بس بقول لك ايه، محدش يقرب منه، ونبه على زناتي محدش يلمسه، فاهم ولا لا؟ تحت امرك. يلا بيه اتفضل. هو الكلمتين اللي انت قلتهم دول ضميرك مستريح فيهم؟ مستريح. يلا يا ابني. فاكر نفسك ناصح؟ تحط لي شويه فيتامينات في السرنجات يا ابراهيم وتبيعهم لي على انهم مخدرات؟ انت كنت فاكر نفسك دكتور؟ انا البروفيسور يا معطف. اعمل ايه بس يا مال؟ ما انت عارف ظروفي غصب عني والله. ولا عايز ازعلك ولا عايز اتحبس. تشكليش همك، زي ما عملت دكر وجيت تستلف خليك راجل وسد اللي عليك، يا الحقن يا الفلوس. خلاص يا معلم، حقك عليا، هتصرف لك في سرنجات. لا انا مش هاخد منك سرنجات تاني يا ابراهيم، خلاص الثقه اللي بيني وبينك اتشرخت. يعني يا معلم الكلام ده؟ يعني انا عايز حقن سليمه بعلبتها ومن مصنعها ومكتوب عليها اللي جواها. ازاي بس يا معلم؟ دي عهد، عهده والله. ماليش فيه، ده شغلك بقى وانت تخلصه بمعرفتك. مش على اخر الزمن واحد نصاب زيك يخلي الناس تقول المعلم الطابق بيغش بضاعته. انا راجل سمعتي زي الالماس. ومات الكلام يا ابراهيم، يومين اتنين يا الحقن يا هتشوف مين اللي هيزعلك. ها قلت ايه يا طارق بيه؟ يا حماد بيه، انت مجيتك على راسي من فوق، وانت عارف انا ما عايزش عليك حاجه خالص. بس صدقني الموضوع دلوقتي مش معايا، الموضوع مع سليم بيه، اهو كلمه. انا متاكد ان سليم بيه مش هيكسفنا، ولا ايه يا معالي الباشا؟ والله حاج لطفي مجيتك في دماغي، بس انت عرفت اللي حصل يرضيك يعني؟ لا، من ناحيه يرضيني الحقيقه هو ما يرضينيش. بس صحتك شايف يعني الواد يتيم وغلبان، وبعدين إذا كان الواد محتاج تربية ابننا وهنربيه بمعرفتنا يا باشا. والله اللي طارق بيشوفه. سليم بيه، أنا مش عايز أضغط عليك، بس عايز أفهمك حاجة بس، الناس دي غالية علينا قوي. حماد بيه ده نائب الدايرة وجمايله على الكل. الحاج لطفي ده كبير المنطقة، وياما اشتغلنا معاه وساعدنا في شغلنا، فشوف أنت تقدر تعمل إيه. لا كبير منطقة إيه يا باشا؟ ده أنتوا اللي سيادنا وعلى راسنا من فوق. وبعدين سليم باشا لما يعاشرنا هيعرف ان احنا ولاد بلد قوي وبنقدر الرجاله. واذا كان علينا اوعدك ان احنا هنشد عليه ونعلمه ازاي يتعامل مع الناس المحترمين اللي زيكم. يا باشا سعادتك مش عارف ام الواد حالها عامل ازاي دلوقتي. وبعدين سعادتك يعني بسم الله ما شاء الله سماهم على وجوههم، واضح ان سعادتك ابن ناس طيبين وهتقدر الظروف. ماشي، خليه يروح معاكم، بس بعد كده لو قل ادبه ما حدش يلومني على حاجه. لا يقل ادبه يا باشا، لو قل ادبه اكسر لك عظمه. بص قدامك اهو. صباح يا حلو. انت يا ابني انت ده؟ اضحك. يا ابني انت هنا في مستشفى مش في الحاره، ايه اللي جايبك يا زفت انت بسيط؟ ايه اللي جايبك هنا؟ المعلم لقى انك بقالك ثلاث ايام مختفي فقال يشقر عليه. لا يا سيدي، ولا تشقروا عليا ولا عايزك تهوب ناحيه هنا خالص. المعلم بيقول لك هتجيب الحاجه امتى يا ابراهيم؟ حاجه ايه؟ مفيش حاجه.
انا ما عنديش حاجه. فاهم المعلم بتاعك ان ابراهيم ما عندوش حاجه ومش هديله حاجه، دي عهده. كل اللي بيننا شويه دين وان شاء الله ربنا يسهل وهسددهم. ونعم بالله، بس قدم انت النيه وهو هيديك الامكانيه. بس انت ما عندكش النيه يا ابراهيم. لا اله الا الله، ما عنديش يا عم. ما عنديش ابراهيم. يا عم حسن خير؟ العيان اللي في العنايه ده انت اللي عايز تخش عنايه. يا عم حسن خير؟ ماله العيان اللي في العنايه؟ هايج من كتر التعب وكان هيتقلب من على الترولي. الدكتور فرمش من جوه وبيقول لك ادي له حقنه مورفين 10 في الوريد بس بالراحه. طيب يا عم حسان حاضر، هروح اجيب كيس الدم. تعال بسرعه. على مهلك يا عم حسان وانت على السلم. يلا 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 من هنا. انت معلم بتاعك ما تزقش طه. يلا يلا دي مستشفى. يا ساتر يا رب على البلاوي. اللهم الله اعتراض على ابتلاءاتك يا رب. ابتلاء وترمى عليك. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود. حسبي الله ونعم الوكيل. يا عم حسان حلو الاغنيه دي، علي يا ابني. مين اللي بيغني ده يا زناتي؟ والله ما اعرف، سعادتك كلهم بقى شبه بعض، بس شكله كده ده الواد بتاع العون. العون؟ طب احنا قربنا المرض ولا لسه؟ لا يا باشا قربنا خلاص. تعالى كده الواد تايسون بقى ساكن قريب من هنا. ها؟ اه سعادتك، بس انت عارف عيل لابس زي ده ما بيقعدش يعني، وسمعت من يومين كده ان عنده خالته في المنيا. خدها ديك. وصلت دي لابو اشرف، ما تاخرش عشان تيجي تاخد بقيه الحاجه اللي معايا. السلامه. هو اللي جاي ده شارع 6 مش كده؟ مظبوط سعادتك. اقف يا ابني. ما تاخرش ادي ديك عشان عندنا حاجات كتير. لا مش ساسه. معقول؟ يا باشا استنى يا باشا، دي حته لبش يا باشا. انت تايسون يالا؟ لا ايوه انا تايسون. طب تعالى روح امي. اوعى عينك دي.
ايه؟ ابص على ايدك يا دكتور، اديني فرصه لحد بكره وانا ارجع الحاج. انت كده عايز تشتكي معاك في المصيبه دي يا ابراهيم؟ انا عشان بحبك اديتك فرصه ترجع الحاجه، لكن انا كده مضطر ابلغ البوليس وهم يتصرفوا. افتح يا ابني، ترمي هنا، تعال شوف صاحبك وحش المنطقه وهات له ميه سريه ونشف من الخضر. طب يا باشا هلبسها بس عشان بردان. تعال في حضن حمك ولا دفيك. خد بالك منه. ها يا جدع ما تبقاش حمار امال، قلت لك عليها الطلاق خدني على مشامه ما لحقتش اكلمك. والعمل؟ العمل عمل ربنا. انا قلت اعدي عليك اشوفك محتاج حاجه كده قبل ما اروح. احتاج منك ايه يابا؟ انا ماليش في الحبسه دي يا زناتي. انا لازم اطلع من هنا. ربنا يسهل. ولازم اخد حق من ابن الارمه ده. ومن سمعك. بس اهدى انت كده وروق وخد بالك من نفسك. تبات نار تصبح رماد ليها ربي يعدلها. على حق يابا. السلامة وحش. ايه يا منين متأخر كده يا بطة؟ ابعد عني يا تامر، مش ناقصك على المسا. يا بنتي انا الحق علي اني بطمن عليكي؟ خليك في حالك. ماشي يا ستي خليني في حالي. اركبي بقى عشان اوصلك. شكرا. يا بنت بلاش جنان، ما انت شايفه الجو عامل ازاي؟ وبعدين المنطقه بتاعتنا مليانه عيال شمال، وانا اللي هقول لك حد يتعرض لك كده ولا كده؟ وبص حد بقى من نايبه. تعالي بقى وانت صاروخ كده باللي انت لابساه ده. والله وانت بقى ان شاء الله لا تحافظ عليا من عيال الشمال. كنت حافظت عليا من نفسك الاول، ولما انت رايحه وجاي بتسقم عليا. اعمل ايه يا بت؟ في الاخر انا هموت عليكي. بت ما بت بقول لك ايه؟ خد العربيه اللي امك جايبها لك وامشي من هنا، وده الوعيد اللي دخل المقصر يتفرج. عليا النعمه، مبروك بطلعك الحامي ده، عارفه؟ خربشتك دي ممكن تخلينا نعمل احلى شغل مع بعض. ده ليه الادب وحيوان؟ خويا انا ده بس اما اقول لك. ابني يا ابو سيدك ريحني. البنت اللي انت خبطتها بالعربيه دي ماتت ولا لسه عايشه؟ ان شاء الله ما يكونش جرى لها حاجه. يا ستي نقطي مسكاتك، عايزين نعرف هنتصرف ازاي في المصيبه اللي عملها المحروس ابنك. مصيبه ايه بس يا حاج؟ لا هو اول واحد ولا اخر واحد يعمل حادثه. ممكن تسكت انت خالص؟ قولي متاكد ان ما
فيش حد شافك؟ مش عارف يا حاج، في حد شافني ولا لا؟ معرفش. الو، ايوه حماد، بقول لك ايه، انا في مصيبه، مصيبه كبيره قوي. امسك قطع شحن. بس انت شفت الفيديو ولا ايه؟ لو ما لحقتش تشوفه احنا ممكن نتصرف ونجيب شحن. يا عم شفته، وبعدين هنجيب شحن للتليفون العجيب ده منين؟ انت بدل ما بتتفرج على البنت وتصورها ما تدافع عنها يا اخي، هي دي الرجوله برضو. انا ما تخيلتش ان هو هيخبطها بالعربيه، انا قلت ان هو هيعكس وخلاص. يعكس وخلاص؟ ما العيب مش عليك، العيب على كل الناس، تقف تتفرج على حريقه وتصورها بدل ما تطفيها. معاك حق، انا غلطان، بس دلوقتي هنعمل ايه؟ مش عارف. التليفون معاك ده مش باذن النيابه، بس ده كفايه ان انا اجيب ابن لطفي من حضن ابوه وامه، وابوه يجي هو وحماد الموجي يطلعوه، مش كده؟ على جثتي. لو وزير الداخليه جيت نفسه مش عارف يطلعه. هات هات التليفون ده عشان اثبته مع المحضر. اخلص. التليفون ده هيفضل معايا، مش هطلعه غير قدام النيابه. ماشي. طب اقعد هنا، ما تخرجش لحد ما اجيلك. طب والبنت؟ بنت هنعدي على المستشفى نطمن عليها واحنا رايحين. انت بجد هتعمل كده؟ اه هعمل كده، وانت اجدع مني ياض ولا ايه؟ بس انت برضو وكيت على فكره. كويس انت جيت بلغت وما خفتش. ما زعلش من ياض من اللي حصل. بس انت بصراحه برضو واد مستفز. المشكله اللي كل واحد لما بيجي بيدور على حقه بيبقى قدام الناس شكله مستفز. عامة انا عرفت اللي انت عملته مع تايسو. ظهر اني كنت فاهمه غلط. ترجع يا نيل، ما تحركش لحد ما يجد فاهمه ولا لا. حاضر. مين اللي هيجي لنا دلوقتي؟ مش هيخش جوه بيت يا حاج؟ سيبها تفتح الباب نشوف فيه ايه. افتحي يا بنتي. يا حاج لطفي. سليم باشا، خير؟ ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ سليم باشا ظابط مباحث الاسم. اهلا وسهلا. اه طبعا احنا التقينا قبل كده. ابنك تامر فين؟ ها؟ سمعتني، ابنك فين؟ تامر مع شادي ابني، هم سافروا مع بعض السخنة. خير في حاجه؟ يعني هو بعد ما خبط البنت الغلبانه طلع على عين السخنه؟ لا مؤاخذه يا باشا، بنت غلبانة مين اللي هو خبطها؟ هو الباشا مين؟ نشأة فهمي المحامي. محامي؟ والحياة تجيب محامي كمان بالسرعة دي؟ ده إيه السرعة دي يا حاج لطفي؟ لا أنت فاهم غلط، أنا وحماد بيه أصدقاء للحاج لطفي. وبعدين لا الحاج لطفي ولا تامر ابنه عندهم قضايا عشان يحتاجوا المحامي. طب اقعد اقعد. اقعد أنا مطول شوية مش ماشي. اقعد يا حاج لطفي اقعد. اه ما تخافش انا مش جاي لك انت. اه ابنك تامر فين؟ اظن احنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده. وعربيته كمان في العين السخنه؟ انا عربيه على المؤاخذه، احنا عندنا عربيات كتير، وتامر ما تاخذنيش يعني بيركب اي واحده. لا ما انا عارف، انا قصدي على البي ام الحمراء. مش هو عنده بي ام حمراء؟ اه عنده بي ام حمراء، بس اشمعنى العربيه دي؟ طب ايه رأي سعادتك ان دي بالذات بقى عند السمكاري بقى لها كام يوم؟ كام يوم يا حاج لطفي؟ لما تصور بيها النهارده بيخبط البيت. تصور؟ متصور ازاي يعني؟ والله البلاغ اللي جالنا كده مش هتبلع عليه. بعدين اللي بلغ عنه زياده اللي انت جيت طلعته، مش هتبلع على ابنك. على فكره يا باشا، الفيديوهات دي بيتلعب فيها. ليه حوا نشأت بيه؟ ده لسه الموضوع من شويه. خلاص، اللي يفصل بيننا المعمل الجنائي، وبعدين تامر مع شادي في العين السخنه، وعندنا شهود على كده. في اسئله تانية؟ لا مش جاي اسال، انا جاي اخد تامر وامشي. وتامر مش هنا. تمام. على مين بقى حاج لطفي ابنك في السخنه في الساقعه انا مش هلحق. يا سليم بيه، احنا تامر ابننا ما عملش اي حاجه، انا مش فاهم انت حاطه في دماغك كده ليه. وبعدين يعني ما اعتقدش ان وزير الداخليه هيعجبه الكلام ده. لا السكة دي مش تمشي معايا. بعد اسأل عليا وانت تعرف ان انا ما بخافش.
بس انت بقى خاف على ابنك وخليه يجي لي بنفسه بدل ما اروح اجيبه. نورت يا سيدي باشا، ولو انك ما لحقتش تشرب حاجه معانا يعني. ماشي، تبقاش تزعل بقى من اللي هيحصل. سليم باشا، لو العربيه البي ام الحمرا عجبك، عندي اختها في المعرض وعزيرو. بجد؟ اه والله. حتى عليا الصبح تشرب معايا فنجان قهوه وتدور عربيتك وتتكل على الله، مش هنختلف. تجيب واحد. انت دي ما وعمل لطفي. ايه؟ ها آه. جبت مفتاح المخزن زي ما قلت لك؟ اهو. خليه معاك دلوقتي. دلوقتي فين؟ في مكتب رئيس المباحث. بس ليه؟ لسه ما رجعش. طب بقول لك ايه؟ عايزك تغور الواد العسكري اللي على مكتب رئيس المباحث ده قيمه ربع ساعه كده، هتعرف ولا هتغرق في شبر ميه. يا كبير، الحوار ده لو اتكشف هيحصل عوق جامد. ولو خلص هيبقى في قرشين عنب. ها معايا ولا اجيب حد تاني ياكل اللقمه الطريه دي؟ طول عمري معاك يا برنس، بس انت مالي ايدك. ياد عيب ياد، انا زناتي ياه. مالي ايدي ايه؟ بكره تيجي تبوس ايدي يا بقف. خلصانه بضمير مرتاح. يلا يا خدك يا بنش. ايوه حضرتك. عشيت ياد ولا لسه؟ ابدا والله يا حضره العميل، ده انا من ساعه ما اتغديت ما حطيت لقمه في حنكي. طب اجي نروح الكانتين كلك لقمه على حسابي، خلصانه بخساره. حاضر يا حضره العميل، ربنا يكرمك ويجعلك ويديك على قد نيتك الطيبه يا رب. تاخرش يالا. حاضر. مساء الفل يا استاذ زياد. اهلا. طب ليه المعامله الناشفه دي؟ ده انا حبيبك. عمري يا سيدي براحتك، بس هتعبك معايا شويه. خير؟ لا مؤاخذه، بس هننقل المكتب تاني، العيال العساكر هينضفوا قبل ما سليم بيجي ويطين عيشتهم. في حد بينضف بالليل كده؟ افترى بعيد عنك، بس حكم القوة على الضعيف هنعمل ايه؟ بس معلش حقك عليا، لا مؤاخذه، بس هتلم حاجتك وتيجي معايا. سليم بيقال لي ان انا ما اتحركش من هنا. يا راجل دول خطوتين، مكتب جنبنا هنا بس عقبال ما العيال تخلص، وكده كده هو لو جه لهم ما خلصوش هيجي لنا. يلا. فين الخطوتين اللي انت قلت عليهم؟ خلاص يا سيدي وصلنا اهو. اتفضل اتفضل يا استاذ زياد. اتفضل افتح الفاعل. اتفضل يا استاذ زياد، هجيب لك شاي دلوقتي. انا مش عايز يرشكوا بحاجه. ايه بالظبط؟ مفيش حاجة. انت قلقان ليه؟ انا هجيب لك شاي. انتوا عايزين مني ايه؟ كل خير. اقعد اقعد، بترتاح. خايف ليه؟ مش خايف. الو. ايوه زناتي، الضابط رجع. طيب خلي عينك عليه، ولو حصل حاجة كلمني. سلام. ها يا أستاذ زياد، مش
مش قلت لك يمكن مش هو؟ بقول لك انا مصوره بالموبايل بتاعي، لولا بس ان الموبايل فاصل كنت فرجتك على الفيديو. ولنفرض ان هو يا اخي، دي حادثه قضاء وقدر يعني. وبعدين ده شاب زيك يرضيك مستقبله يضيع؟ ما علينا منه يا سيدي، ابوه ده مهما كان جارك برضه وخيره عليك. بقول لك الكلام ده ما بياكلش معايا، ما تضيعش وقتك، رجعني مطرح ما كنت، انا مش هغير كلامي. طب ايه رايك اجيب لك من ابوه 50,000 جنيه؟ ما يلزمونيش. 100,000 كويس؟ زياد انت شاب في بدايه حياتك، مبلغ زي ده يعمل معاك مصلحه حلوه. وفعلا 100,000 تستاهل ان ابيع البنت الغلبانه. بس ده تفكير اللي زيك. يا ابني ان كان اهل البنت نفسهم اتراضوا مع الراجل، ما فاضلش غيرك يا زياد. هم حرين. انا مش غير كلامي. يا ابني اعقل، امال الحياه يبقى من الميت؟ خد المبلغ واعمل لك مصلحه حلوه. وده مش حقهم لوحدهم. ابن لطفي لو ما تحاسبش كل يوم هيدوس على بنت جديده. اعتبرها بنتك. ما يخصكش. ده برضه رد الناس الرخيصه اللي زيك. لا ده انت ابن كلب اللي ادبه عايز تتربى. انت مش هتعرف تعمل معايا حاجه. لا يا رحمك اعرف اعمل. انا عايز اعرف الواد ده راح فين. ما يمكن زهق وروح يا باشا. انت هتستهبل؟ ما طبعا ما انتوا ليل النهارده نايمين تحت البطاطين متدفيين. وانا ذنبي ايه بس؟ يعني ايه ذنبك ايه؟ انت مش عامل لي فيها الصدر حنين ولامم العساكر حواليك؟ انت تعرف بيت الواد ده فين مش كده؟ انا يا باشا عارف. تروح دلوقتي تجيبه من حضن امه، مفهوم؟ حاضر يا باشا. يلا غور من وشي. فين يا عم انت؟ الظابط رجع وقلب الدنيا. ما خلاص يا دول، قلت لك ما تبقاش خفيف امال. يلا ربع ساعه وتعالى بسرعه. يا عم زياد لسه دماغك ناشفه؟ ما تفرهدش نفسك وتفرهدني معاه. ما هو انت كده كده مش هتخرج من هنا غير لما تعمل اللي انا عايزه. فريح نفسك. ابويا الله يرحمه قال لي عيش راجل. لما قابل اللي زيك الواد مات يا زناد.
وبعدين يا زناتي هنعمل ايه؟ ايه ده كده يا رفاعي؟ ما حصلش حاجه. عمره كده يا اخي؟ عمره دي جنايه يا زناتي. واحنا مالنا؟ هو انا اللي قتلته؟ نعم يا اخويا. بقول لك يا حمار فهمني كويس، هو كان حد شافنا مع الواد من اصله؟ احنا في السليم. في السليم ازاي بس؟ حتى لو محدش شافنا لما جتته تبان هيدوروا على اللي قتله. ساعتها نعمل ايه؟ ساعتها يبقى الظابط هو اللي قتله. الظابط؟ ايوه الظابط سليم بيه الانصاري. اسمعني كويس وفهمني يا حمار، اللي هقولك عليه تنفذه بالحرف الواحد. انت فاهم؟ ما تتنحش كده، انت فاهم؟ لا لازم اشوفك حالا، مش هينفع. طيب ماشي. لا لما اجي احكي لك، مش هينفع دلوقتي. طب يلا مسافة السكة وكون عندك. ايه؟ مفيش في قلب امك رحمة؟ لا يا روح امك، خلي الرحمة تنفعك لما تشرف فطورة وتلبس الاساور. انا رايح للحاج لطفي. سيبني مع بيتة الواد لوحدي؟ اسيبك ازاي؟ انت اللي هتخرجني من مكان ما جيت، وتقفل الباب ورايا كمان. يلا يلا. انا عايز افتش الاسم شبر شبر ودلوقتي حالا. اتفضل. تعالى يا باشا اتفضل، الاسم قدامك فتشه حته حته. اتفضل يا بيه. ايه ده بقى الاهوات؟ مش قلت لك هتربقها فوق دماغ ابوه ومحدش هيعرف يحميه؟ انا نايب الدايره دي واعرف ازاي احركها بصباعي كويس. قد الاولى حماد بيه، ولسه بقى لما النت يشتغل والتلفزيون الدنيا هتولع اكتر. صعبان على ام الواد ده، انا غني برضه حماد. انا شوف انا عامل ازاي عشان امنع اي زي ممكن تيجي لابني. فما بالك بالست دي بقى اللي راح منها ابنها الوحيد، مش هتشوفه تاني. مساء الخير يا شيبي.
اتفضلوا. اتفضلوا يا باشا، وانت هتضيفهم؟ حاضر الضابط، بعدينك اتفضل بره وبعد كده ابعت لك عشان نكمل التحقيق. اتفضل. ماشي. ان شاء الله بسيطه يا سليم، ولو كنت مخبي عليا حاجه يا ريت تقول لي عليها، انا برضو كده كده زي اخوك. انا قلت لسعادتك كل حاجه، ما عنديش حاجه تانية اقولها. ايه اللي حصل يا سليم؟ شوف سعادتك، انا فوجئت بيبي يقول لي ان ندى الله يرحمها خبطتها عربيه وان في شاهد. قلت له يا باشا انا تامر ابني في العين السخنه، يعني احنا ناس في السليم. راح مبجح فيا وقال لي زياد عارف انا ممكن اعرف فيه ايه كويس، انا لو قرصت على زياد ده شويه هخليه يقول انه شاف تامر ابنك وهو سايق العربيه. فعلا يا فندم، ده كمان حتى اول مره كنت اقابله فيها يوم ما رحنا لاسم عشان نتوسط لزياد الله يرحمه، والحقيقه كان بيبجح وبيتكلم بطريقه كده غريبه جدا، انا ما شفتش كده قبل كده، لدرجه ان هو اخر مره راح للحاج في المعرض وكان كل شويه يتنطط له، طلب منه عربيه عزيره وقال له ان لو ما خدتش العربيه هيلبس تامر قضيه. حتى يا فندم بعد ما عرف ان انا محامي حاولت افهمه ان التصرف اللي هو بيعمله ده غير قانوني وانه ممكن يتعرض للمساءله. قال لي بقول لك ايه، البلد بلدنا ومحدش يقدر يجي ناحيتنا. حاولت اشرح له انه حتى لو اكبر المرحوم زياد على ان هو يشهد شهاده زور في الاسم ممكن لما يروح النيابه يغير اقواله. قال لي انا مفهمه كل حاجه وهو فاهم كويس قوي انه لو عمل كده ايه اللي هيحصل له. وقال لي بالحرف الواحد ان دي كانت اول مره قرصت ودني بس عشان يتعلم، لكن لو ما اتعلمش هعلمه. بالظبط يا باشا. وبعدين يا متر كمل. بعد كده الحاج اتنرفز وقام طرده، واحنا خدنا بعضنا ومشينا لان الوقت كان اتاخر بجد، يعني ما كناش متصورين ابدا ابدا ان هو ممكن يعذب الشاب المسكين دوت لدرجه ان هو يقتله. طب وانتوا كنتوا عند الحاج لطفي بقى في الوقت المتاخر ده ليه؟ يا فندم بقول لسعادتك احنا اصحاب متعودين ان احنا نسهر عند الحاج لطفي كل ليله، وبعدين الحاج لطفي ده بيت اهل كرم وبيته مفتوح للجميع. يا فندم احنا بنتهم الرائد سليم الانصاري بمحاولة ابتزاز الحاج لطفي أبو المجد وطلب منه رشوة وتهديده بتلفيق تهمة قتل المرحومة ندى لابنه تامر في حال إذا ما دفعش الرشوة. كدب، كل ده كدب. ما تهدى شوية يا حضر الظابط، وأنا كل ما واجهك مواجهة شاهد هتقول لي كدب كدب. عشان كلهم كدابين. التلاتة كدابين؟ عايزين يلفقوا لك قضية قتل ورشوة؟ طب ليه؟ عشان يطلعوا ابن لطفي أبو المجد. طب ونشأة وحماد إيه مصلحتهم؟ صحابه بيساعدوه. يا سليم قول لي كلام يدخل العقل. ده واحد محامي والتاني عضو برلمان، الاتنين من السياح احنا مش جايبينهم من على القهوه. انا مش فاهم انت ليه مصدقهم قوي كده، ولا عشان في واحد في البرلمان؟ اعديها لك يا سليم عشان الموقف اللي انت فيه، بس انا عايز اعرف الواد مات منك ازاي؟ انا عارف ان ما كانش قصدك تقتله. برضه مفيش فايده، بعد كل اللي قلته لك ده بتقول لي برضه قتلته ازاي؟ براحتك بقى، أنا عايز أساعدك والله، أنا معاك مش ضدك. عموماً أنا رجعت للمحامي العام وسيادة النائب العام واستأذنتهم قبل ما أخد قراري. ولعلمك ومع اتصال بمدير الأمن وزير الداخلية وحاطينهم في الصورة. اكتب يا ابني. يحبس المتهم سليم عبد الحميد الأنصاري 4 أيام على ذمة التحقيق. ويراعى التجديد في الموعد القانوني. واضح ان الجماعه هنا بيحبوك قوي. طمرت فيهم العشره والزماله. انا كمان عملت حساب الزماله. قلت قبل ما اقدم التقرير للنيابه اجي اقعد معاك. اظن اداني العيب. انا صلاح الطوخي من التفتيش. سمعت عنك كتير بس عمرنا ما اتقابلنا. طيب كويس انك سمعت عني.
معنى كده انك عارف طريقة شغلي كويس قوي. قول لي بقى، انت قتلت الولد ليه؟ صلاح بنت جاي تسمع، مش كده؟ ده حقيقي جاي اسمع. ازاي وانت جاي حاسم قضيتك اللي انا قتلته؟ عاوز اقول لك على حاجه يا سليم، انا بقالي 48 ساعه ما ورايش غير قضيتك. انت عارف ان شغلنا في التفتيش خلانا نقابل نماذج كتير من الضباط الفاسده واللي بيتجاوزوا اللي زي سعادتك، وده ادانا خبره في التعامل معاهم. وللاسف كل الادله بتقول انك انت اللي قتلت الولد ده. انا ما قتلتوش، والخلافات اللي كانت بينا كلها خلصت في ساعتها واحنا قاعدين. ما هو الكلام ده انت قلته في النيابه. طب كويس انت سمعته. ايوه بس انا مش جاي لك عشان استهلك وقتي في كلام فارغ زي ده. ولما انت شايف ان هو كلام فارغ، تعب نفسك وجاي تسمعه ليه؟ انا جاي اديك فرصه اخيره يا سليم عشان تدافع عن نفسك قبل ما اقدم التحريات للنيابه. وانا اللي حصل قلته، ما عنديش حاجه تانية اقولها. سليم بطل الحركات دي بقى عشان ما بتاكلش معايا. انا مش فاهم انتوا ليه عايزين نعترف بحاجه ما عملتهاش. انا هخليني معاك وهفترض اني مصدقك، بس اديني دليل واحد على كلامك ده وعلى انك بريء، وانا اقسم بالله وبشرفي هساعدك. انا ما قتلتش حد، ومش عارف انتوا ليه مش عايزين تصدقوني. انت عاوزني اصدقك واكذب كل الشهود والادله؟ الشهود كلهم زور، والادله دي كلها متلفقه. اسليم انت معروف عنك انك اعنف ضابط في الداخليه، بعمره عاشور اللي رحت تجيبه وقتلته. عاشور كان لسه قاتل ضابط زميلي، وكمان كان قاتل عيل صغير. طب والواد اللي انت ضربته في الصف وكان هيموت في ايدك، برضه كان قاتل زميلك؟ وحماده تايسون اللي جرجرته في الشارع وسحلته زي الحيوان، ده برضه كان قضيه متلفقه؟ هو انتوا عايزين تحاسبوني عشان بعمل شغلي صح؟ طب وزياد؟ زياد كان جاي يبلغ على ابن لطفي ابو المجد. تامر ابن لطفي ابو المجد اثبت وبشهود انه ما كانش موجود وقت الحادثه في القاهره، وان عربيته كانت بتتصلح في نفس الوقت. كذب، كل ده كذب، وانا شفت الفيديو بنفسي. هو فين الفيديو؟ ما اعرفش. مين خده؟ ما اعرفش. انا بقى عارف يا سليم، عارف ان اللي زيك عامل زي السرطان، موجود في وسط الداخليه عشان ينتشر ويكبر، تجاوزات تكتر. بقول لك يا سليم، انا عملت اللي عليا، من بكره الصبح التقرير هيكون في النيابه، وعايز اطمنك ان مطمن قوي اني ما ظلمتكش. لا مؤاخذة يا فندم، محدش بلغنا سعادتك النهارده. هو الباشا متهم ولا نزيل في اوتيل؟ على فكرة هبعت بكرة حد من التفتيش يفتش عليكم، ولو التجاوزات دي كانت موجودة هتحولوا كلكم للتحقيق. وامل معلك سعادتك، انا اسف بزعج سعادتك، بس الدنيا عندنا هنا خربانه خالص. لا في تجمهرات يا فندم، واحنا مش عارفين نعمل معاها ايه، ما كناش عاملين حسابها. تمام يا فندم، تمام. انا اسف جدا يا سليم بيه، بس معلش هنضطر نطلع فوق تاني. انا اسف يا فندم. لا يا ابني ما تتاسفش، كتر خيرك على كل اللي انت عملته معايا. معلش اتفضل يا سليم. ربنا يوعاك يا ابني. تحتك يا سليم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يفكر يمسك يا سليم. وقف المتهم انت وهو عشان نتمم العدد. سليم بيه الدنيا مقلوبة عليك بره. أنا آسف جدا بس أنا اضطر أروح لك بعد ما تجيلي خدمة النيابة.
شوف شغلك مش اول مدينة تهدي كل حاجات اللي عطوا بيتها. كون فاكر باللي انت عملته ده انك ساعدته. سليم الانصار انا هجيبه حتى لو كان في بطن امه وهحكمه بتهمه الهرب عشان قائمه اتهاماته تزيد تهمه كمان. بس انا حضرتك مش مصدقني ليه؟ انا والله العظيم ما ساعدته. وهيهرب لوحده كده؟ يا فندم الموضوع كله حصل فجاه. احنا بنلعب بقى مش بنشتغل، صح؟ لعلمك بقى لو ثبت انك حتى مش متواطئ معاه هحاكمك. تقوم تضع سلاحك الميري طبعا جيتك اللي هو اخدها منك. يا فندم الموضوع كله حصل في دقايق وانا كنت بحاول امنع بقيه المساجين ان هم يهربوا. عشان كده سبته يهرب. اتفضل يا فندم، انت متحول للتحقيق وموقوف عن العمل. بوريني بقى مساعدتك لي دي هتفيدك بايه لما تلاقي نفسك انت وهو في زنزانه واحده. رزق يا فندم. يا بنت ما تتكلميش. يا الله ده عجبك ايه؟ مش عاجبك اسم ابراهيم؟ انت سامع؟ سامع ايه؟ في حد هنا غيرنا؟ تلاقي كلاب ولا قطط ولا حاجه؟ في حد بيصرخ؟ ايوه يا عم. طب ما يصرخ واحنا مالنا؟ احنا مالنا ايه؟ دي واحده بتصرخ، تعال نشوف فيه. هنشوف احنا مالنا، يمكن واحده جوزها بيضربها ولا حاجه. تعال قوم يا عم. انت استنى. اثبت يلا. تعال يا بنت هنا، تعال. سيبها تمشي. تعال هنا يا بنت. سيبها تمشي. تعال يا بنت. تعال. ما تسيبنيش يا خفيش يا ماما، خفيش يا بنتي. انت يا بنتي ايه اللي يجيبك معاهم هنا؟ ايه اللي يجيبك هنا؟ والله يا عم ما كنت اعرف انهم عاوزين حاجات زي كده. دول قالوا لي هيدوني بضاعه وهنقسم المكسب بالنص. انت ابوك فين يا بنت؟ والاهلك فين؟ ساكنه فين؟ يا بس انا ماليش اهل ولا ليا سكن. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. ابراهيم ايوه، طلع فلوس ونجيب الداله. يلا روح بنت المستشفى، اطمن على نفسك. يلا يلا كتر خيركم يا رب. يلا اجري قدام. يلا يا بنت جري وما تجيش هنا تاني. هنعمل الجرح اللي في ايدك ده خطر قوي، احنا لازم نروح مستشفى. مستشفى ايه بس؟ انت ناسي ان احنا هربانين؟ تعرف تسوق موتوسيكل؟ بعرف. طب اركب، اقول لك تروح على فين. يلا دور. اروح على فين بس؟ تعالى بايدك معايا عشان اعرف ادور. يلا بسم الله. اركب اركب اركب. لف ايدك، ايدك. امسك نفسك يا وحش، امسك نفسك. ايدك تعبان، الدم بينزل. يا رب يا ساتر.
اقفل الباب بسرعه. سؤال تحاكي يا فندم دلوقتي. اهم حاجه حضرتك يعني تشوف لنا دكتور بسرعه عشان الجرح اللي عمال ينزف ده. لا دكتور ايه؟ ما ينفعش ابراهيم دكتور يجي هنا ويشوفنا، ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش؟ امال هنسيبك بالحاله اللي انت فيها دي؟ انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ معلش هاتي حاجه نربط بيها الجرح ودلوقتي نزيف يقف. نربط ايه بس يا عم؟ ما احنا رابطينه من الصبح وعمال ينزف برضه. ما ينفعش يا ابراهيم، مش بعد كل اللي عملته ده جت مسك هنا. ما تتمسك احسن ما تموت. هنسيبك وانت بالمنظر اللي انت فيه ده. انا بقول لحضرتك حاجه، في هنا اجزخان قريبه مننا. ايوه ليه؟ طب لو سمحت هاتي ورقه وقلم بسرعه عشان اكتب لك شويه حاجات تكتبها لي. طيب ماشي. شدك لف هنا يا بني ادم. بتعمل ايه؟ لف الابره لبره كده. ماشي يا عم السوابق، انا عليك ان انت خبره. عرفت البت الحلوة دي ازاي؟ سبحان الله يا اخي، الحرامي رزقه واسع حتى في الحريق. شد. ايه ده؟ كل حاجة هنا، اتأكد بس ان مفيش حاجة ناقصة. طمني يا فاسلين. كله تمام بس في حاجة ناقصة. وما قلتش ليه من الأول؟ كنت جبتها لك. طب قول بسرعه وانا هروح. بس دي حاجه ما ينفعش تجيبها من الاجزخانه، حاجه لازم يعني مع البنج الموضوع عشان يقدر يستحمل. حاجه ايه؟ سنه افيون. نعم. يعني ازازه خمره، حبايه ترامادول. يا عم انت جنسك ايه بالظبط؟ هتجيب الحاجات دي منين؟ انت ما بتفهمش. ما هو مش هينفع كده، البنج الموضوع لوحده مش هخليك تستحمل حاجه. مش فتحه صدر ايه ولا فتوانه يا عم السوابق. سوابق ايه؟ ده ظابط في العمليات الخاصه. ظابط في العلاقات الخاصة؟ ازاي يعني ظابط؟ يعني ظابط دبابير؟ يا عم اخلص يلا. حاضر يا باشا. هو انت دكتور؟ يعني ايه هو اللي يعني؟ دكتور ولا مش دكتور؟ يعني كنت هبقى دكتور بس الظروف يعني. يا عم خلصني. حاضر يا باشا. يلا فريد هاتيلي في كنت بس مالكيش دعوة. يلا يلا يا ابني انا استحمل. يلا هات لنا معاك اباجورة زي بتاع قطف العمليات كده عشان انور العجلة. بص يا انت كمان انت تعمل لي قلبه مفتوح. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. يلا يا عم هفك البتاع ده واغسل ايديا اطهرها واجيبك. خد نفس جامد وارتب. استحمل يا ابني بس شويه. خلاص حالتك الحمد لله. احنا وزعنا صورهم على كل الكمائن يا فندم زي ما سعادتك امرت. مستحيل يا فندم، مستحيل يطلعوا بره القاهرة. وأنا بعمل حصر لأصحابه وقرايبه وأهله ومعارفه. وبالدور بالكتير يا فندم، هيبقى الملف قدام سعادتك. تهيألي كده يا فندم يومين بالكتير وسليم يبقى في إيدينا. أنت قريت ملف سليم الأنصاري كويس يا وليد؟ أه يا فندم. أظنش إنك قريته خالص. لأنك لو كنت قريت ملف سليم الأنصاري ما كنتش هتبقى مطمن قوي كده. سليم الأنصاري ما هوش مجرد ديلر عادي أو ضابط كرش واسع ومرتشي. سليم الأنصاري كان متفوق طول أيام دراسته. كان ممكن يدخل أي كلية من كليات القمة زي طب أو هندسة أو صيدلة، لكن اختار بنفسه إنه يدخل الشرطة. وطول أيام دراسته في الشرطة كان متفوق تماماً. اشتغل في المباحث، في العمليات الخاصة، وأثبت كفاءة عالية جدا في الرماية واقتحام الأوكار ومكافحة الإرهاب. سليم الأنصاري مش مجرد مجرم عادي سهل تقبض عليه زي ما أنت متصور كده يا وليد. ارجع اقرأ ملف سليم الأنصاري تاني يا وليد. أنا آسف على الزيارة اللي مش مترتب لها دي والوقت المتأخر اللي زرتك فيه، بس عاوز أقعد أدردش معاك شوية. دلوقتي؟ عندك مانع؟ ولا الوقت متأخر وعندك ضيوف وانا عامل لكم ازعاج؟ لا أنا لوحدي، بس أعتقد يعني ما هيش حاجة لطيفة إن احنا نتكلم في وقت زي ده. ما تكبريش الحكاية أوي كده. الحكاية أبسط من كده بكتير أوي. احنا هنقعد ندردش مع بعض مش أكتر.
انت في البيت ده لوحدك؟ لا، عايشة مع ماما، بس هي اليومين دول في عمر. سيجارة؟ ما بدخنش. صحيح، واضح انك ما بتدخنيش. سليم فين يا فريدة؟ وانا شرف. بص يا نسا فريدة، يا ريت تحط نفسك مكاني وتفكري زي ما بفكر. شوفي خيالك ممكن يوصلك لحد فين، سليم ممكن يبقى فين. لا حط نفسي مكانك ولا تحط نفسك مكاني، ومتهيألي بقى ده شغلك وانت أدرى بيه. انا مش فاهم متعصبة ليه؟ مع ان الحكاية كلها كان مجرد سؤال. سؤال ملهوش اي معنى، اكيد انا معرفش سليم فين. عشان كده اتصل بيك، اتصلت بيه. ما حصلش. قلتلك بلاش عصبية، انا بتوتر من العصبية جدا. بس تعالي نحكم العقل. سليم في الظروف اللي هو فيها دي، اكيد هتتصل بأقرب الناس ليه. مامته واخته هم أقرب الناس ليه. طبعا. بس هو عارف كويس قوي ان مامته واخته متراقبين، يبقى مين اقرب لسليم منك؟ من الواضح ان حضرتك ما تعرفش ان انا وسليم كنا مخطوبين زمان وخطوبتنا اتفسخت، يعني مفيش اي حاجه تربطنا ببعض دلوقتي. بأمرك انك كنت معاه في النيابه. بأمرك انك من يوم الحكايه دي لحد دلوقتي بتوديهم، بتروحي وتيجي على البيت. سلمى صاحبتي وطنط ناديه مربياني من واحنا صغيرين، فطبيعي جدا ان انا اقف جنبهم في مشكله كبيره زي دي. عندك حق، لكن انتوا سبتوا بعض ليه؟ صلاح بيه، انا سمحت لحضرتك تدخل بيتي في وقت غريب زي ده، وعماله من الصبح اجاوبك على اسئله ملهاش اي معنى بالنسبه لي. اظن لحد كده بقى كفايه قوي. ولو حضرتك كنت حاطط سليم في دماغك فانت حر، لكن لحد حياتي الشخصيه فمتهيألي ان دي من حقي انا لوحدي. ولا اعتبر نفسي في تحقيق؟ لا، مين قال انه تحقيق؟ احنا متفقين انها دردشة. ما اعتقدش ان انا وحضرتك صحاب، وحتى لو لا ده المكان ولا الوقت المناسب لحاجة زي دي. وانا بعتذر لك للمرة التانية، بس لازم تعرفي ان اللي بيعمله سليم ده هيضره اكتر ما هينفعه. اوعدك لو اتصل بيا هبقى ابلغه الكلام ده، مع اني متأكدة ان سليم مش هيكلمني. في حاجة تانية؟ أشوف البيت. بس ده مش قانوني. على فكرة في حاجات كتير قانونية أنا ممكن أعملها، بس للأسف هتأذيكي. أنا بعمل ده لمصلحتك. أطلع. كفايه لحد كده، حضرتك فتشت البيت كله. هو فاضل حاجه واحده بس، وبعدين همشي خالص، ان احنا نشوف الجنينه. بس انا ملاحظ ان عربيتك راكنه بره. ما انا مش دايما بركنها جوه، لما بكون هصحى بدري زي بكره الصبح كده بسيبها بره. وبعدين يعني ما كنتش اعرف ان حضرتك ناوي تشرفني النهارده وتضيع من وقتي ساعه، وانا ما بصدق اوفر دقيقتين انام فيهم. الشاعر بيقول: وما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول السهر. شوف الجنينه. طب اقعدين يا جماعه، ما كنا خليناها في السجن بكرامتنا بدل المرمطه السوداء دي. المرة اللي فاتت نطينا في زبالة وربنا كان معانا ونجاز، انما المرة دي هتقولي نط في البحر الغميق ده ما بعرفش اعوم. متهيألي كده ما بقاش فاضل حاجة تانية يا صلاح بيه. ده صحيح، بس انا قلت لك من الاول ان احنا كنا بنطمن على سلامتك بس مش اكتر. واطمنت؟ اه الحمد لله.
واسف اني سهرتك زياده عن اللزوم. ممكن بس اسال حضرتك سؤال قبل ما تمشي؟ اتفضل. هو انت ليه مش شاكك ولو 1% ان سليم ممكن يكون بريء؟ ليه مستسلم لفكره ان هو شيطان وخلاص؟ مش يمكن تكون غلطان؟ ما اظنش. ليه؟ ما بتغلطش ابدا؟ ولا ما تعودتش انك تقف وتفكر انك غلطان؟ انا ظابط مباحث وسليم مجرم وهربان، وشغلتي ان انا اقبض عليه. بس حتى لو شايف انه ممكن يكون مظلوم، شغلتي كانت مظلوم ومش مظلوم، دي شغلانة النيابة والمحكمة اللي هم نفسهم شايفين انه مش مظلوم. بس سليم بريء فعلا؟ ده من وجهة نظرك، دافع شخصي. وحتى لو بريء طب ما يسلم نفسه، المحكمة تقرر براءته. لكن طول ما هو هربان انا هفضل وراه لحد ما اقبض عليه وارميه بنفسي في السجن. انا اسف اني ازعجتك وسهرتك زياده عن اللزوم. يلا صباح على خير. انت من اهله. يا سليم أنا خايفة عليك قوي. خايفة من إيه بس؟ ما تخافيش. بعدين هيحصل إيه أوحش من اللي إحنا فيه يعني؟ ما خلص اللي حصل حصل. لا في أوحش، ممكن يتقبض عليك وممكن حد بعد الشر يحاول يأذيك. إيه ده؟ أنت خايفة عليا بجد؟ هو أنت عندك شك؟ طب خايفة ليه؟ ما لو حصل لي حاجة تخلصي مني من قرفي. تصدق إن أنت غلس غلسة؟ عارف يا سليم أنا مش عايزك تمشي ليه؟ علشان طول ما أنت بعيد عني هبقى خايفة عليك، لكن وأنت جنبي هبقى مطمنة، لأني واثقة ومتأكدة إن مفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يخاف عليك ولا يحميك قدي. هتفضلي طول عمرك تعامليني كأني عيل صغير. أيوه، علشان من زمان وانا بحس ان انا امك التانيه اللي لازم تخلي بالها عليك وتحميك حتى من نفسك. وحياتي عندك يا سليم، اوعدني اوعدني ان انت تخلي بالك من نفسك. حاضر. وبطل الجراءه بقى والجنان بتاعك اللي انت متعود عليه ده. حاضر. وتكلمني اول باول على طول، تطمني عليك، ما تتاخرش عليا يا ستي. حاضر. ممكن بقى نقول لك حاجة؟ أنا عمري ما ندمت في حياتي على حاجة قد ما ندمت إن إحنا سيبنا بعض. لو لفيت الدنيا كلها مش لاقي واحدة زيك. وإيه كمان؟ بس كده. إيه اللي بس كده دي؟ أنا عندي كلام كتير عايز أقوله لك، بس انت شايف الظروف اللي احنا فيها. يمكن لو كنا في ظروف تانية كنت ممكن اقدر اقوله لك. ان شاء الله هتخرج منها بخير، وساعتها مش هديك فرصة ما تقولش اللي انت عايز تقوله، هتقوله غصب عنك. انا مفيش حد يقدر يخليني اعمل حاجة غصب عني غيرك. بس انت سبتني زمان يا سليم. برضو انت اللي خليتني اسيبك غصب عني. بس خلاص، انا عمري ما اسيبك ولا هبعد عنك تاني ابدا. كلام خلص المرة اللي فاتت وتشد عليه بلاستر يا زميلتي. جرى ايه يالا؟ أنا سبتك المرة اللي فاتت وقلت ده كلام صوت لما يفوق أكلمه، أرجع عليك بتهري نفس الهاري. مش حمادة تايسون اللي يهري أي هاري ويقول أي كلام. يا جدع بطل غشومية أمال، فلوس إيه اللي عايزها من لطفي أبو المجد؟ وبعدين الراجل ماله مال الحوار أصلا؟ بالظبط اتغشى مع الواد مات في إيده، قلنا نلبسها له بالأصول. الكلام ده تروح تقوله لعيل صغير. أنا حقي يابا في الليلة دي هيجيني هيجيني. الأحسن واللي خلق الخلقة زعلك أنت واللي وراك زعل ما يشوفوش بني آدم. قدامك 3 أيام، لا قدامك يومين يا زناتي، ويجيني 500,000 جنيه. يا إلا والله العظيم 3 هطلع مصلحتي بمعرفتي وأنت مش عارف. هنجيب فلوس منين بس يا تايس؟ آه. يبقى أنتوا يابا مش ناويين تدفعوا. عموما أهل الظابط موجودين.
واكيد مش هيستخسروا في الواد مبلغ زي ده عشان يطلع من اللي هو فيه. يا جدع انت عبيط، هتروح تشهد على نفسك انك شهدت زور؟ طب دي جنايه. لا يا اسطى، لا يا عم الحلو، هروح اقول لهم انكم اكبرتوني على الشهاده دي زي ما اكبرتوه، واديني اتعلمتها منكم يا اسطى. بالسلامه يا عم زينتي يا عم الحلو. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا هتشتغلوني يا اولاد الهرمه؟ يا حاج اسمعني بقى. بلا حاج بلا سبت. ايه؟ انا قاعد على تل فلوس هغرف واديكوا. وانا مالي بس يا عم الحاج؟ مالك ايه؟ مش انت اللي ملبستها في المصيبه السوداء دي؟ ليه يا حاج لا مؤاخذه؟ هو انا اللي كنت سايب العربيه سكران وخبطت البت الغلبانه سويتها بالاسفلت؟ ولا سيبك من تليح النسوان ده. ابني غلط ما قلناش حاجه، وبدفع لك عشان نلم الموضوع. انما ابن سناء بقى والظابط وحواره ده ما يخصنيش يا حبيبي، ده شغلك انت. ليه يا حاج؟ وانا ابن سناء كنت اعرفه منين لما اغزى عشان اذيه؟ مش كله عشانك وعشان ابنك؟ وانا اللي قلت لك اقتله؟ ولا انا اللي قلت لك دخل معانا الديلر المعفن بتاعك ده؟ يا اخي منك لله، بقى الواد اللي كان بيخاف يعدي في الشارع طول ما انا واقف فيه تخليه يجر عليا بالشكل ده؟ منك لله. واحد الله كده بس يا عم الحاج، خلينا نعرف نفكر، احنا كلنا في مركب واحده. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، احنا مش في مركب واحده. موضوع الظابط ده شيلتك انت، وشهاده تايسون كان عشان ينقص رقبتك انت، ما يخصنيش لا انا ولا ابني. كلام ده يا حاج اللي انت سامعه اخويا. وانا كنت اعرف منه هيطمع بالشكل ده يا عم الحاج، انا قلت انه هيستكفى انه يجيب مناخير الظابط الارض وخلاص وتخلص قضيته على كده. برضه ما يخصنيش. طب الفلوس اللي هو عايزها يا حاج؟ ادفع له اخويا من جيبك، انا مالي، انت اللي شبكته معانا. ادفع له منين بس يا حاج؟ ده عايز نص مليون جنيه. نص مليون قرد لما يتنططوا على دماغك انت وهو، انت طلعت له منين؟ صلى على النبي كده بس يا عم الحاج، وخلينا نعرف نفكر. الواد ده لو قال عقله واتكلم كلنا نروح في 60 داهيه. انت بتهددني يا دول ايه؟ والله ما قصدي يا عم الحاج ولا بهددك ولا اي حاجه، حاشا لله، بس الواد ده لو فتح بقه واتكلم وقال عقله كلنا نروح في 60 داهيه، المستخبى هيبان. يعني انا وانت وتامر وحماد بيه والمتر نشأت نروح في 60 داهيه. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم على بيت اليوم اللي انا شفتكم فيه. يا بني ادم افهم، انت طالب مليون جنيه، والجاموسه ده طالب نص مليون جنيه، اجيب لكم منين؟ ربنا يجعله عامر يا عم الحاج. عامر ايه؟ عامر ايه؟ واللي ما يعرفش يقول عدس. وبعدين اضمن منين انا ان الواد ده بعد ما اديله الفلوس اللي هو عايزها دي ما يلفش ويرجع يطلب فلوس تاني؟ في دي عندك حق يا حاج، عمري قلت اعدي عليك واقول لك اللي بيحصل اول باول، ومن هنا لبكره خلينا نقلبها في دماغنا، ونتقابل انا وانت وحماد بيه ومتر نشأت ونشوف هنعمل ايه. وبالمره لما مؤاخذه كده تشوف لي قرشين لاحسن القرشين اللي اداهم للمتر نشأت خلصوا. قرشين؟ وما زنيتي؟ وما زنيتي مش من هنا؟ قوم يلا قوم. طب بالاذن انا يا عم الحاج. ده يا فتلمتك. فضلت سعادتك ورا صلاح بيه من بعيد لبعيد كده من غير ما ياخد باله خالص، لحد ما دخل بيته خدت بعضه وجيت على هنا على طول. طب زي الفل. يعني عرفت بيته. من بكره بقى استلمه وهو نازل من البيت. تمام سعادتك. معلش يا حوده، انا عارف اني معطلك عن شغلك، بس يعني كلها 3-4 ايام كده الدنيا تظبط. انا خدامك اسلم بيه. الا صحيح يا استاذ حوده، مفيش اخبار عن حسن الضبع؟ بصراحه ابو خليل مفيش جديد، بس انا عندي خبر الماز ليك بصراحه. يعني انا اتقصت في المنطقه عندك من بعيد لبعيد كده، وعرفت يعني ان مراتك والولاد بسم الله ما شاء الله يعني زي الفل، حتى اشرف خطيب اختك يعني كان واخد اجازه من الجيش ورجع بالسلامه. الله يطمن قلبك يا استاذ حوده، الحمد لله ان اشرف خد اجازه عشان يبقى معاهم ومبقوش لوحدهم. الواد ده اصله ابن حلال قوي وطيب والله يا استاذ حوده، واد راجل. ما تقلقش، قلت لك برضه انت هتروح تطمن عليهم بنفسك. وتايسون اخباره ايه؟ هو ده الموضوع اسلم بيه. قول لي. انا عرفت ان تايسون واقع مع الامين زناتي بقالهم كام يوم. اصل سعادتك يعني الامين زناتي بيروح لتايسون في الغرزه اللي بيحشش فيها. ناس بقى من اللي قاعدين معاهم يعني سمعوا كده ان هم اتخانقوا مع بعض. اتخانقوا على ايه؟ سعادتك محدش يعرف اصل الحكايه، بس اللي انا اقدر اقوله لك يعني ان تايسون بعد ما وصل الامين زناتي بره رجع قعد مع نفس الناس دول وهلفت بالكلام وجاب سيره الامين زناتي وسعادتك في الموضوع. جاب سيرتنا؟ اه سعادتك، يعني بيقول زناتي مين ده اللي انا اعمل له حساب؟ اذا كان الظابط اللي بيقرش زناتي انا مسففه التراب ومخليه. كمل كمل ما تخافش. مسففه التراب يعني وملبسه طرحه و...
خليته يهرب زي العيال في الحارة بصراحة. أنا ملبسني طرح. حلو الكلام ده. إيه اللي حلو في الكلام ده يعني يا سليم بيه؟ إيه اللي حلو إن عيل صايع زي ده يشتم سعادتك؟ عشان أنفخه. بعدين طالما الاتنين اتخانقوا يبقى في مدخل ندخل لهم منه. حلو سعادتك، بس دي تتعمل إزاي يعني؟ مشغلش أنت دماغك. خليك أنت ورا صلاح. ولما أعرف هعمل إيه هقول لهم. يا جماعة ما تصلوا بينا على النبي. أنتوا هتخلوا الحتة عيل زي ده يوقع بينا ولا إيه؟ قول لهم والنبي يا متر. أنت كمان اللي كان تتكلم. مش ده جلبك يا أبو زلقص؟ لطفي عنده حق يا متر. موضوع كده هيبهوأ مننا ومش هنعرف ننام. يا حمام بيه، هو في حاجة في مصر ما بتتلمش؟ ده أنت سيدي اللي عارفين. بس برضه لازم نلم الموضوع بدري بدري. قلت يا زناتي. اللي تشوفه يا متر. وأنا من امبارح مش ساكت، عمال أدور له على حل. بعد ما دورت عملت إيه يا برم؟ محلول يا حاج، بس لا مؤاخذة هتصرف شوية. لا، أنت بتحلم، أنا مش هصرف أكتر من كده. ومين جاب سيرت أكتر من كده بس يا حاج؟ أنت مش تصرف ولا مليم زيادة. أنا لا مؤاخذة متفق على 1,000,000 جنيه، وصلني 100,000. كملهم لي نص، والنص التاني لما أجيب لك الخبر اللي يطمن قلبك. ويعني هتعمل إيه أكتر من اللي أنت عملته؟ سكة أبو زيد كلها مسالك يا باشا، وأنا عايز زي تايسون ده أعرف أسكته إزاي. قلت إيه يا حاج؟ قلت لا إله إلا الله. تمام يا حودة، وقف مراقبة صلاح الطوخ، أنا عرفت اللي أنا عايز أعرفه. عرفت إيه يا باشا؟ هو لسه الراجل قال حاجة؟ إيه هيك؟ ما قلت لك عرفت اللي أنا عايز أعرفه. خلينا بقى في اللي بعده. خير سعادتك. أنا في مشوار لازم أعمله. المشوار مش سهل، محتاجكوا فيه معايا. ولا همك يا باشا، إحنا معاك في أي حاجة. رقبت يا سليم بيه، بس لما أقصد سعادتك يعني المشوار ده فين؟ وديني الغرزة اللي بيقعد فيها حمادة تايسة. في مكان حودة. الدكان التانية سعادتك اللي هناك دي. تاني واحدة؟ اه. واحنا نعرف ان هو جوه ده الباب مقفول ومفيش حس. ايوه سعادتك، هو لازم يجي لوحده يقعد مع نفسه يشرب مخدرات كده يظبط دماغه، وبعدين الصبيان بتوعه بيجوا واحد ورا التاني لحد ما يتجمعوا، يجوا بقى نور بعد نص الليل قرب الفجر ويقفلوا على نفسهم الباب. طب راجع نفسك يا استاذ حودة، احنا مش راسين مصايب، كفايه المصيبه اللي احنا جايين نعملها. بس يا عم انت بقى بس. عايزين نلحق ناخد منه كلمتين ونطير قبل ما الدنيا تتلم علينا. طب يا بابا انت ايه اللي مخليك متاكد ان انت لما تسجل له يعني هيعترف في كل حاجه؟ لا كده هيعترف. يا نهار اسود، قلنا ايه 60 نيله؟ يا نهار اسود. انا الله وانا اليه راجعون. الواد مات ما لحقناهوش. شقة لازم نمشي بيها، الحوار كله هوا. يلا استنى يا حودة، لا حول ولا قوة إلا بالله. سيبني ماشي عشان خاطري. بقول لك اصبر يا حودة، العيال على الجني دلوقتي، ممكن حد من الصبيان دلوقتي لو فتح الباب اروح في 60 دقيقة. إلا الله وإلا إليه راجعون. ماشي عشان خاطري، بقول لك يا سليم باشا عشان خاطري. اصبر يا حودة. طب نمشي من هنا دلوقتي. بقول لك يا باشا افهمني كويس، حد من الصبيان ممكن. لا يا باشا، انا عارف شكله، ومن ساعه ما كان بيخدم عندنا في المنطقه، وكمان عارفه من ساعه ما جه عمل الحمله وخد المعلم من المنطقه عندنا. لا سيبك من المعلم دلوقتي وخليك معايا. بس اصل يا باشا ما تعرفش المعلم غالي عليا ازاي. كان بيت اهلك صح؟ بص انا عايزك تهدى خالص وترجع تحكي لي الحكايه واحده واحده وعلى مهلك قوي. حاضر يا باشا. ما تكذبش، عشان انت لو كذبت عليا انا هأذيك. احكي لك. لا 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 مؤاخذة يا سليم بيه، مؤاخذة يعني في الكلمة دي. الكلام ده مش كلام ناس عاقلين، ده خطر. أنا عارف إنه خطر. هو خطر بعقل يا سليم بيه. ده كنان.
وعشان جنان بقى ما حدش يتخيل انا ممكن اعمل كده. انت هتستنى هنا وانت حوده هتيجي توصلني وتستناني من بعيد. لو اتاخرت يبقى الحكايه على كتفي ودماغي، ساعتها تتكل على الله. يعني مش واسيبك؟ اه يعني تمشي وتسيبني. احنا كده يا طارق خدنا كل اللي يخصنا من القضيه، والقضيه كده كده بتاعتكم، بس يا ريت لو حصل اي جديد شركني وبكلمني. طبعا يا باشا تحت امرك. قول لي يا طارق، وسليم خدم معاك قبل كده؟ اه طبعا يا باشا، انا كنت رئيسه في القسم قبل ما يحصل اللي حصل ده. طب وايه رايك فيه؟ والله يا باشا انا اتغشيت فيه زي ناس كتير. انا بصراحه ما توقعتش ابدا يحصل منه اللي حصل ده. اتغشيت فيه؟ يعني انت شايف ان هو اللي ورا كل اللي حصل ده؟ بص يا باشا، احنا ظباط مباحث ما بننجمش، بنشتغل بأدلة وبس. الأدلة اللي عندي بتقول إن سليم الأنصاري هو اللي عذب الواد في القسم لحد ما مات، وبرضه الأدلة اللي عندي بتقول إن هو اللي قتل تايسون. احنا بنشتغل بأدلة وبس. جدع طارق. سامع وليد؟ أنا هروح البيت أريح ساعتين كده عشان